مرحبا بكم اصدقائي متابعي سبارتا سي ان سي وركشوب في التدريب السادس لتعليم فن الاستنسر للمبتدئين. في هذا التدريب سننتقل الى مرحله جديده وهي عمل استنسر متعدد الطبقات المالتي لاير، والذي سنحصل من خلاله على لوحات اكثر جمالا ووضوحا وتجسيما. خليكم ويانا. أصدقائي، الاستنسر متعدد الطبقات واضح من تسميته مكون من عدة قوالب، أي عمل لوحة باستخدام أكثر من طبقة، حيث أن كل واحدة من هذه الطبقات ستضيف تفصيلا محددا إلى اللوحة، وذلك التفصيل يكون محفورا على القالب بشكل مستقل، مما يعني استخدام ألوان متعددة من الطلاء ولكل طبقة لون خاص. في هذا التدريب سنتعلم طريقة بسيطة لعمل استنسر متعدد الطبقات يمكن استخدامه في أعمال التزيين والزغرفة والديكور المختلفة. أولا نقوم باختيار نموذج معين، أي رسمة أو زغرفة، وقد قمت باختيار تصميم هذه الوردة البسيطة لتوضيح الفكرة، وسنقوم بطباعة تفاصيلها باستخدام استنسل مكون من ثلاث طبقات، وما نحتاجه هو مادة القالب ورق أو بلاستيك بعدد الطبقات، وسأستخدم ورق الكربون لطبع كل تفصيل على قالبه الخاص به. القالب الأول أو الطبقة الأولى سيتم طباعة أوراق الوردة عليها، الوردة فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اتصال التفاصيل بشكل كامل لتجنب إزالتها أثناء قصها، أي ترك فراغات بينية. أما القالب الثاني سأقوم بطباعة الأوراق الخضراء عليه، والقالب الثالث والأخير سيحمل تفصيل عود أو ساق الوردة. وبعد الانتهاء من طباعة تفاصيل الوردة على ثلاثة قوالب ليحمل كل منها التفصيل الخاص به، سأقوم بحفر وتفريغ هذه التفاصيل. والآن نبدأ بعملية قص وتفريغ الأجزاء المحددة لكل قالب، ومن الأفضل استخدام ووضع طبقة تحت القالب أثناء قصه، أي طبقة عازلة لكي لا يتم إتلاف الطاولة، واستخدام شفرة حادة لكي يتم قص تفاصيل القالب بشكل مرتب ونظيف. القالب الأول والقالب الثاني والقالب الثالث، ثم ننتقل إلى الورشة حيث سأقوم بنقل وطباعة تفاصيل كل قالب على لوح الخشب هذا، وباستخدام الطلاء الرشاش كما ذكرنا لكل قالب لونه الخاص. ولا ننسى ارتداء الكمامة عند العمل مع هذا النوع من الطلاء. بالبداية قمت بتنعيم وتنظيف لوح الخشب، والآن سأقوم بطباعة القالب الأول الذي يحمل تفاصيل الوردة، ومن الأفضل استخدام بعض القطع المعدنية كأثقال في المناطق التي نراها مرتفعة، ولتجنب تحرك القالب أثناء طلائه بالطلاء الرشاش، ولنحصل على خطوط واضحة وجميلة. يجب الانتباه إلى هذه النقطة. ثم سأقوم بطباعة القالب الثاني الذي يحمل الأوراق الخضراء، وأيضا وضع الأثقال في أي جزء مرتفع من القالب لضمان التصاقه بلوح الخشب. ثم
ثم أخيرا أقوم بطباعة القالب الأخير بعد التأكد من وضعه بشكل جيد على لوح الخشب. وكما تلاحظون استخدام عدة ألوان ولكل قالب لونه الخاص لنحصل على هذه الوردة الجميلة باستخدام تقنية الستنسل متعدد الطبقات. هذه الوردة هي إهداء لكل أصدقائي المتابعين. أرجو أن كان الدرس مفيدا. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد. في الختام تقبلوا تحياتي وأشكر متابعتكم. أخوكم محمد من سبارتا CNC Workshop.